قرص ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجاله. رحل عن عالمنا احد صناع البهجة في الفن المصري الكوميديان سعيد صالح. ولد سعيد صالح في المنوفية سنة 1938، تخرج من كلية الآداب عام 1960، واكتشف موهبته الفنان حسن يوسف، وكان ظهوره الأول في مسرحية هلو شلبي. طول عمرنا في البلد نلبس الشراب ومن فوق الأسدك، نيجي نقلع الشراب وبعدين نقلع الأسدك، ده سلت على طول كده. تألق سعيد صالح في أعمال عديدة، أهمها مسرحيات مدرسة المشاغبين والعيال كبرت وأفلام الهلفوت وسلام يا صاحبي. يا خوف يا فارس، لما تجري في ايديك الفلوس وتركب العربية 10 متر وتسكن على النيل ما تعرفناش. عرف عن صالح نزعته للارتجال وخروجه عن النص المسرحي. توفي سعيد صالح عن عمر يناهز 76 عاما بعد مشوار حياة حافل بالأعمال الفنية التي ستذكرنا دائما به. سلام يا صاحبي.